لم يكن صور الحياة هذه وجود هنا، ولا أقدام هؤلاء كان لها حق الوصول إلى هذه المناطق من محافظة الجوف. وباستثناء الميليشيا، من كان يتسنى لك التجول داخل هذه المساحات المحمومة بالموت والنار. من أول يوم الحوثيين فيه نرجع منا أطفالنا جاي من المتون، ولا نحصل فيه دكان مفتوح ولا إنسان ولا شيء، سواء الكلاب عزكم الله فسطة ما نحصل، يعني بصحة ما نحصلها. هنا في الحزمة عاصمة محافظة الجوف تستعيد الحياة إيقاعها يوما بعد آخر في قلب المدينة المترامية الأطراف، والتي تتسع لما نسبته 30,952 نسمة من إجمالي عدد السكان تقريبا، لتغدو الحياة أكثر استقرارا فيها بعد أن توقفت لأشهر تحت نيران وسيطرة الميليشيا المتقدة بشهية الموت. الحين عادت الحياة إلى ما كانت، السوق مفتوح والدكان مفتوح وراعي البقالة يبيع. ومثلما تبدو حركة الحياة طبيعية في حزم الجوف، ما تزال عذابات الميليشيا وما تسببت به من ويلات ماثلة في ذاكرة المواطنين، لسيما وأنها لم تبقي على شيء إلا وكان هدفا لنارها. ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أبرز صور المعاناة التي تواجه السكان في هذه المناطق المحرومة والبعيدة عن تناولات وسائل الإعلام ومنظمات العون. رغم ارتفاع الأسعار فالوضع يمشي في محافظة الجوف بشكل طبيعي، والناس في أتم راحة إن شاء الله. بالرغم الحصار اللي نواجهه في مداخل الرئيسية على محافظة الجوف، فإن الأمور تمشي على ما يرام. على هذا النحو تسير الحياة في عاصمة محافظة الجوف وفقا لمعطيات الواقع ومخاضاته الصعبة التي تتأرجح فيها يوميات الناس بين نار الحرب المشتعلة في عموم البلاد وغلاء المعيشة. رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصحية وغلاء المعيشة، تبدو الحياة طبيعية هنا في الحزم بعد أن توقفت لأشهر تحت نيران الحرب. علي الجرابي، قناة بلقيس، الجوف.